اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التفسير وحكس أبسنية هاي تفسير كي تفسير القرآن الكريم قرآن كريم ك تفسير كي سي توضيحي سي عدينتي سي بيامنتي سي معناها يا مراد كالله كلام كي ساسي كجرة إن عيادة لصيو يهتمام كتفسير كلصيو وهو داب سلف هذه الأمة إن التفسير كلفهمه قرآن كريم ك حتى صحابة النبي وحالة قصو أروري أكثر من شخص إن يديك النبي عليه الصلاة والسلام طبعا آيات هذا قرآن يعني كقادن جرون كبرن جري إلى أن لفظ هذه يعني معنى هذه أن فهننا ما نسي قد بشرن إلى أن معنيه يعني لفظ أن فهنه لفظ أنا أن برن معنى أن فهننا ما نسي قد بشر مركا علوم تا مركا لا يهض لأيو أشرف العلوم بل إلى تفسيرك صدح علمي أي أشرف بدن علمي علمي كوباد وحويان يعني علم تفسير القرآن علم لبعضنا وعلم الحديث النبوي حديث النبي عليه السلام علم سدحنا وعلم الفقه والفهم في الدين فقهه مركا تفسير كان أوصي الرياء قرآن كا أيو فسر يا وشرف العلم بشرف المعلوم بيدان علم ومربو بشرف كله يا وح لبرنا أيو معلوم كا لبرنا أيو كعرين يا هاي مركو قرآن كو يا كلام كيرا هاي علم يا كلام كيرا كنت علقنا وكشر بدنيا علم يا كلام حديثك مركو يا علمي يا حديثك يا حديثك ويا النبي عليه الصلاة والسلام وحكوت تعلق أقواشي سياف عاشي سيا صفات كيسي أصور وحون نغضي أشرف العلوم بو نغضي فقه ونوافهن كدينة وقرآن كأي السنة يوحي لك فهمه رسيفة فهي ويان أم حكاك تعلق ده مصنف كالإمام البخاري رحمه الله وحكا قد وين هاي كتبتا كلي أمهات كلي رادة رقع اللي في أصو آد بوحي لراضي تفسير كقرآن كريم كا وحونا اسكود داري إنو سأروري أحاديثتي قرآن كفسيري سي حد نأوكو قدر من باب الفائدة تفسير الكلمات الغريبة كلمات كغريب كا يا قرآن كجرتا إنو كفسيرا أصو أذيك سنة أيو صحابة سيدي كفسيرين تابعين تي تابعيهم إيو علماء اللغة سو أمارة سو مقلنا أيو سو قدنا أيو وقبل الله يا من سورة الفاتحة بقرة إلى سورة الناس انت صوضايا وحي شرطي يسا قارسيسان أو شروطي ودتشي حديث قارسيسان ونرن وكوكي ريا رحمه الله تعالى وانا كوكي لفسي رقا كان وكا باعس وكا ديري هاي كتبتا كان رقا اللي في أمهات كالي راضو كتاب التفسير بسم الله الرحمن الرحيم تبو قبل الله لبضاسي اسم أيو مركا كوكا هبلايا الرحمن الرحيم اسمان من الرحمة أيكير رحمن الرحيم والله مقع وإلى مقعيسي أسمائي سكملة حسن ضعة مشتقات من الرحمة بالغصو اشتقاقي يعني وصفة الرحمة مقع كسو إلى مقعيسي سكملة أنا وهو صفة أيوتا صفة أيوتا علماء سلف يا أهل السنة وحي قبان إن إله لو إثباتي أسماء ديسا يصفات كي سب الله إثباتيه ووحبا على التأويلين أيضا وحبا على الوش بهين المخلوقة هذا معناه هذا أن تعطيل يبمعوها إن لتأويلين لسكير عليهم أو واحد لا بدلوا لسكير عليهم مركا من الرحمة على كريب وريهي كاسيح يلدير بارسكوها يا الرحمن يا الرحيم رحمن كا أيا قال يا مسلم با إلهي وعون حريستها بينما الرحيم وخاص كويا المؤمنين تا وكان بالمؤمنين رحيما بولا إليهي قارساس علماء يقبان الرحيم الرحيم إيا الرحيم بمعنى واحد واسكو مدبو كليهي كالعليم والعالم وكلا مركا حقا أصلاهام بو كهبلايا وإلا هدي الله يهبلايا معناها أي تصايام رحيم كمبالغة سيق المبالغة رحيم وسيق المبالغة وي بمعنى وحي تسيسا رحمة دي سيناء واسعتاي وينتاي آدي آدو بلانتاي بينما الرحم أن لغا فهمين أما إنا كيرين مبالغة إنا كيرين مركا فعيل يا فاعل اسكو مرتبة يا اسكو وزن منا معها اسكو ميل مقارسيسنا معايا إلى الرحيم كو وسيق المبالغة رحمتو فاعل ويانو
حدوث يتجدد أم بوكينا وفائدة ياي مبالغة مكينا بمعنى واحد كالعليم والعالم وكلب كليه. نعم وفاعل صالح للكل إن حدث وكل كالدش نحو غدا جادل جدلا. طيب المهم الرحيم كه أيا مارتي فعيل أه فعيل ويان. نعم باب وحكساب سيهي ما جاء وحكسا روري في فاتحة الكتاب سورة فاتحة الكتاب ليلة وسورة مقعب بدنا سورة دايضة وعيدة كميتها فاتحة الكتاب وحي كميرة أم الكتاب كميرة الحمد والإرادة الشافية والإرادة مقعب لما إرادة سورة فاتحة الليلة أيضا سا قرآن أول رئيسة تضرع آيضات إن التهيب يسكوا وافقسين علماته وحا خلافي الحسين ابن علي أوليري لحواي قاركو موحيرين تدبت وحي كالترى بسنكي أي كده يعني آيات مستقلة وتدور آيات كبحسن لكن سيد أبدين وتدور آيات بس ما نقدر وكجرتها مركا تدور آيات بذلك كمان تاعي هذه اللي يرى هذا بس إنكوا لتبرق وكبحسن هنا تدور آيات مركا وحين نقرئ سا إن أنعمت عليهم تا غير المغضوب عليهم تاعك على حسابته أيه نقر. نعم سراد الذين أنعمت عليهم دين غير المغضوب عليهم تكبل لابته. نعم هذيك أنعم سراد الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم هل آية هذي لقد أنا بس إنك بسوق اللي تضربك النغر وسميت وحال أم العابي سردني أم الكتاب نوال أم العابي كتابك أم كيسي أن أم الكتاب كتابك يا رب الله ودي سواء كتابك أم قنا يا ما علمي قد بنب سورة الفاتحة أي الله عليا علمي وإذ الباء إذا وحلو عليا سورة الفاتحة معايا لي هذه نقطة عبادة دي إلهي العابدة يولوية دي يربوبية دي سي معاتك سراتك حسابتي وهي كسب سنة استعانة دي توكل كإلهي لك الميسر سبحانه وتعالى تقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام لاتك صدح اللي وقعي بيو المنعم عليهم هي المغضوب عليهم هي والضالين صدح حزتك اللي وقعي صدح بسورة ده زير بالغشة هو الله نعمي يوحيكم متيستين مغضوب عليهم تلا عرضي يكون يضالين تهي باديوبي سورة داسة لغو الشيخي مركوة سورة عجيبة وقرآن كمعاني سورة بمبا سورة داسة يكون نقرأيسا سورة داسة لغو الهلا. طيب وسميت أم الكتابة لغم يعابيه أنه يبدو لغب باللونة بكتابتها قرآن كذا في المصاحف مصاحف تأيلا لغب باللونة وكتاب كستوت كليك بحيسو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاتح الله الرئيسة أيلا لغب باللونة مركا يبدأ وحروب الله فاتحة سأقوم بكتابك بكتاب الله بكتابة القرآن كذا في المصاحف كتاب قطب القرآن كذا مصحف قال رب الله ويبدأ وحروب الله بقراءة آخرين تيجي في صلاة صلاة وكي صلاة اللي تكرر هي فاتحة هو الرئيسة أركان تمرك التكبير تلا غصب بحه فاتحة هو الرئيسة الله آخرين يا قول ذلك إن أسحر صلاة بفاتحة الكتاب دال الآخرين ما صحيح لا صلاة إلا لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب والدين الجزاء وابلا المركة فاتحة دي وحاكم ذا الفات ديرة مالك يوم الدين باكم ذا مفردات بكون بلا المركة الدين دين وحالي هذا الجزاء اسأبا المرينتا في الخير خير لسكوها با المريو والشر الشر لسكوها با المريو يا الدين لير هذا مركة مارينتا يوم الدين لير هذا إذا تكلك الأبا المرينة يا خير يا الشر قفوا البوحهم ودنا للسينة يوم الله مالك يا رينتا سماء مولايس كاله لمن الملك اليوم مكولا يرى يومك يسكر ما أنت لله الوحيد القهار وحكى الله عندي كرم مالك إلهي سبحانه وتعالى ملكي ونبو كل ما راه كما تدين تدان باب اليري ومثل مثل وواناه وعلمها سيري آل عديقة أدقى أنتو يا تدان الوجة الزيبة الوابة المرين مثل كاسعة حديثنا وقصة عروري مرفوعة من رواية أبي قلابة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا صلى مرسله أبو قلابة والذروة تابعية والرجاشي صلى الثقاضة يتاوى صهر المرسلة صلى موقف على أبي الدرداء كوانا وصهر ورى لبضى الرواية أبا عبد الرزاق في من همام السلعان في المصنف وقصة ري شاهدنا وليه من حديث ابن عمر أصونا ابن عدي بها صهر وضعيف وقال مجاهد وحيري مجاهد ابن جبري ويار علماء المفسرين بكميديا تابعين تردى أجلنا علم التفسير لغضن بأي كميديا وانا ارضي عبد الله بن عباس سقي عطائيو رجع صور من عباس قال سعيد بن جبير وعليه بالدين بالحساب لفظ كلويان وسوره ان سوره البقره ان اهين سوره الفاتحه ان كجيرين بالدين marka lafdi hadu surad ku sheego surad kale oo lafdiyeedo kala uu kula doonani halkaas ku isku ka keenin
marka kala bal tukadhibuna بالدين ده سوكو فسرا يا سورة الانفطار أو مفضر فضرة فضرت طيب كلا بل تكذبون الوحاد بين ميسان بالدين الدين أي بالحساب ها حسابتي يا إيه إنس ويدين دون وح أو بوا دول وصم أيه تاسد إن كرسنتي من ديدن تيب عصوص الله سبحانه وتعالى واحد إلهي سبحانه وتعالى أوك سنتين أو إلهي أبوك هنا أو أبو ري يشكر ينعمل سليم جواي حسابتي أنا ما أنكر بكوهين بقى إيه أنا حسابي دونه مدينينا وحي لفظي سيدانا أو رب صارورنا يا مدينينا أيضا لفظي سوى قرآن كسوى ربطيه وكولا إلهي سبحانه وتعالى فلولا إن كنتم غير مدينين هدينا أحين كوالا حسابي دونه أو لجزين دونه أو حلو هيدين دونه ترجعون إن كنتم صادق متك مدينينا سوقوا فسيرا يقولون محاصرين كوالا حسابي هدينا أحين يعني ساتكو والله لفظي سوى مركب مدين معنا محاصر مركب كسوى عروري لفظي دينك الجزاء والحساب معنى انت سوبر كوكو خلاص سيئي او مصنف كوجيدني سايتهي نورت كاين كو فسيره قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن شعبة بن الحجاج الواسدي قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي سعيد بن المعلى رضي الله عنه وارضاه قال وحجري كنت اصلي في المسجد مسجد كان كنت كراي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجد النبي كنت كراي بير فدعاني رسول الله بأيار عليه الصلاة والسلام فلم أجبه ما جواب أو صلاة دا كجرتا هذا الكلام صلاة دا يكبر صلاة دا لما استران السريبير واجتهادي اجتهاد كاسن مركا واكو خلدامي فقلت وحامل يا رسول الله رسول الله إني كنت أصلي وصلاة دا كجري عذر دار شوي وحام هي كوني ويوم لبيك يا رسول الله كوني وي صلاة دا كجري فقال النبي عليه السلام وحير ألم يقول الله سو إلهي مبهن حقيقة أمرتا أيضا استجيبوا لله وللرسول إلهي الرسول كأجيب إذا دعاكم مكة إني يران وكو يران الرسول كإلهي بانا هاي أيضا سيارة ومطلق أصلا الله حاويا عمك إطلاقا سيسا لغو وضع وحق يداء مخصيصا إلى لغير أي استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم هذه إني أجيب صلاة يا صلاة الله عليه لبكر قال أرين تاسل مكة وحاويا فرض هديتها أما السنة أيتها واسكم مد أو نبي عليه الصلاة والسلام في حياته قفك الله ظلو أيارو وحاول يرينه هذا لبيك يا رسول الله أجيب واجبك وطاي واجبك وعد مركا بخلاف الوالد والدك وخلاف سني هاي ووالدك هذا صلاة كجرتو صلاة ده ما فرض بع مصونة بع الله كلا قاضي هذه صلاة فرض طاي صلاة ده الظهر مرة صفرت كتكن هذه السنة طاي والدك وكلها ضلوا إنا أتكلم تاينون المرتي أنت عسير أويد أو هاتر هذا أنا أور ربو أما أود بعطيه مشكلة كلا كل ما يوم هذا أيوري ويدو وليس أور كايو إن هذا أجيبته ويا هذا صلاة سنة تكرسه لأنك جري جلدي كرا وكيف هو يدي كسر الله بس تدح كرا صلاة كل جرا صلاة أمي أم بصلاة وكيف نكر يا ربي صلاة إذا ما وتمس هو ما لا ضلا ويهبارته باكر ولا شيء ويهبارته باكر والمحايا قرب كله قر له ثم قال لي وحجر النبي عليه السلام لو علمنك وحان كبري سورة سورة بان كبري هي سورة دبا أعظم الصور صورة وين في القرآن قرآنك قرآنك ومن معانيه سورة ما كلها منها صورة داس أعظم الصورة اللي يروى سيداس مركا في القرآن قرآنك ومن بي أوين تاي أعظم صورة هي أعظم آية باجرت أعظم آية وصورة آية دوي آية الكرسي زمان أعظم صورة وصورة الفاتحة أعظم صورة قبل أن تخرج أنا أواقيدي وحين قبل أن تخرج أنت على كبح من المسجد المساجد كن انت على كبح بارا علم يكون شيء صورة أو قوي القرآن كشيء كشيء ثم أخذ بيدي ما كان سوق عن تنبغي أنتو قرتي يقول لك أخي فلما أراد مركو دورا أن يخرج إلى بحمر قلت له وحانكو إلي ألم تقل سما ربه لو علمنك وحانكو بري أو كبري سورة سورة هي أعظم سورة سورة مدة أو قوي في القرآن قرآنك وأضحي سائر إن أبو بحيتان كاس يحب أنتو كي أبيه نحن نبغى أنت مسائل كجران كبري هذه الله بحيل الله مسائل كي هذا وصدا ماتي علم يسوع ود ذلك في رسحاب رضي الله عنه وارضاه إنه فإذا باسي ونبغى الشيء عليه السلام وهلو الربا قال نبغى حول الحمد لله رب العالمين هي سبع المثاني والقرآن العظيم التي والقرآن العظيم الذي أوتيته ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم آيات وصبرك في كفر السري الحمد لله رب العالمين ويار هي أيام وسبع المثاني وي وتضبطي مثاني ذا هاي سول النقرائي من الثناء ولا كيري ثمي إيا الرجوعي سول الله باش مروا بصورة داسي ركعة دول بقى لقدتو كري ركعة دولة قدتو كتي كاما كافينا يستطيل لبدا من قدتو كتها مثاني بقى لقمك عاري من الثناء أما أنت إلهي بقى يلقب بالله الحمد لله حمد ياس إيا ثناء جميل كي رب الله ماني أي كب الله بتوصاصة مثاني لقمك عاري
ما يسوى ديتان كذا صار نحن نقدر دور شرب يسوى دكتور ولا يري والقرآن العظيم القرآن كي وينا مرق القرآن العظيم كاسوا عرف مغيره في إذا سبع المثاني معها سبع المثاني فاتح الله بحري القرآن كعظيم كرا وأنت سكلم القرآن كي وطن يعجبني بالسكرب دقي الذي أتيته ليس شيء قرقد القرآن العظيم أيضا لفتر كي يكون فسيرين إن الله ولا لرجيه باب الحكوس أبسني هي قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله بلاسي موها جملة غير المغضوب عليهم ولا الضالين كوي الله أراضي إيا كوي باريوي الله بلاسي إله يو حنودرين ما حنودرتا الذين أنعمت عليهم كوي أظن عميسي النبي ياشا إيا صديقين ترمضان ياشا إيا شهداء إيا صالحين تها كواس إله معودة نجري كواه كواه وكو إله يوسي العلم النافع علم النافع يوسي العلم مع العمل العلم مع العمل بالس كودري علمي جهلي يا أقول لأنتي يا هبكسي يا إلهي كو عابد لهاي أنا أقول لأن يا علمي كبد بعدين هدرو حيوسي أنا كو عمل فلان أيوسي لبدا ولبدا أي مغضوب عليهم يضالين أي وين يهود علمي يا قوني معرفة إلهي وتوراة بلايسي توراة أي لا يسيو علمي وضمب الإله يقول الشيء سبحانه وتعالى حتى النبي ياشي يكدم وضمب التوراة بحكم حكم الجرين توراة أي النبي ياشي يكدم بموسى عليه الصلاة والسلام وضمب يحكم حكم الجرين إن أنزلنا التوراة في يهود ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بركة أنت أصبح ضمب التوراة دا سيد وقد فردين ومع ذلك أيها أقوانت يا علمي أصله أي علمي وذي كل حيانه بركة سيدنا وحقريين وعلمي كتقين مغضوب عليهم بلو مقعابي ضالين توا كريستان كجاهلين وي أيوة أقول ماله ربانيين وي وحي الله ماذين شايف كل كلام ماذين ابتداء مركزي أقول الآن يا علم الآن أيه إسكت دقائقين أو حمار عباد سين أو صوامع عباد سبي سين أو كنائس عباد هنا أو هل كاسي مركز فلاس كلا عين كوا أنا مركز واحد ضالين وي مركز قف كي جهلي يا أقول الآن وحكم وحكم عباد إستا ضالين تو شبهي قف كي علمي يا أقول إله إن تو سي كعمل فري ويرى مغضوب عليهم يهود بشبهي لا بلاس مركز واحد إسكت كلام تيرايو ولا جبر النقضي أنا عمت عليهم بالرامك العلم النافع والعمل الصالح الناس إيش قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك بن أنس عن سمي مولى أبو صالح مولى أبو بكر بالله مولى أبو بكر من الشاب عن أبي صالح السمان اسمه الذكوان عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه أن رسول الله نبي إله عليه الصلاة والسلام قال وحير إذا قال الإمام إمامكم مركو يراد غير المغضوب عليهم ولا الضالين مركو يراد فقولوا هل مرة ما مؤمن تبى الله لو حاطر هذا آمين ده ولا لجهر يا ولا لجهري بخلاف ما ذهب إليه بعض الفرق الضالة خوارجته يا كمديهين وأن آمين تي إلا لجهر قبين أجر كواس مركو على خلاف يا حتى وعصار ورث النبي عليه السلام إنه يري وحين وحس دين يهود هو آمين آمين بين وحس دين مركا إن آمين لي راضي وصوت كرلوقة ومساج كرلوقة وسلك قريرة للربا تزال للربا طيب آمين ذهب نبي ويري فمن وافق قوله وقول كيساس آمين ويري نكو وافقه قال الملائكة ملائكة أيضا الدعاء ميسا غفر الله وحالله فما تقدم من ذنبه ذنبه سوحي هرمر نوى الله نافيا مركا حلقي لو اطلق لك سوء عادي ولا الضالين تسوك هرد عضو إمامك هرده آمين تمركا ماشا هرد عضو مركا هلقا سي وموافقة السنة صومها ملائكة الملاس خيرك ماشا موافقية واسوافقي سان أقول لك آمين تيسي آمين تملايك تلاقي سوا فجيو دم جيس الله نافع يا والودع استعب والودع استع آمين تانا ذي آمين تملايك تلاه كل يا لي هذا آمين سورة البقرة سورة ده سورة البقرة اللي هي هذا وأعظم سورة في القرآن الكريم خصائص فربنا بيلا القرآن كي تيسك لك قد وانت سورة البقرة وحاويان وحوا خصائص تلاه كمذا وسورة ده الوحي السحده ياسين كأميدات كبرتين وواحد دليل أو لص وعد الله يا أن لا أنجرين لكن دليل عدو الله يا شيطان لا جحر سحدا سحر ذا إيه كهنا ذا إيه فلم فلونا لا جحر سحدا سورة البقرة سورة البقرة قري الواخر النبي محمد عليه السلام شيطان مسوي قري ما شيطان وكاكر تلي وكو الله النبي عليه السلام في مسلم حويري ولا تضره البطلة ولا تضره البطلة والبطلة السحرة كوا سحر ذا سحر روا بقرة قف أخري ما نبته وما نروى وحنك ما تريكر وحنك تريكر ملها وحقوده هذا كجرت أعظم آية في القرآن قرآن كآيات أولين سورة آية كرسي اللي يرادو أسماء صفات كإلهي كريا لغو مليقي لغاها الله وعكال لغاها ماضو حكام قصص وعكال مالك جميع نارك شاكينتين أسماء إلهي صفات كإلهي من أول إلى آخرها وعسم كو صريحة صفات وعط
iyo wax damir u noqona intaan ma lagu aruuriyay marka waxa weeyaan sharaf al ilm bi sharaf al ma'lum ta allah hay marka quraanka ka hadlays inta fadli quraanka ugu fadli badan wa inta allah iyo sifaatkiisa iyo asmaalisa ka hadlay halkaas mar walba u fiirso qul walaa da tiraa faatiha hada tiraa baqara hada tiraa ibnu ayat ku sa da tiraa gidiyad qul ya al kafirun tawxiidka weeyaan marka tawxiidka meelahaas waa meelaha ugu muhiimsan wa sheeydaanka ugu naceb yahay dayb marka acdabu aya wa ku jirta laba ayadooda waxaa lagu khatimay wax lamida aan tawraad iyo injiil ugu soo dajinino qofkii akhriyana ay ku filantaa habeenkii ka fataahu baalid ugu filant xirsi xilku ugu filan wardiku ugu filan qiyaamuleelkii qiraatul quraanku ugu filan marka aamana rasuulu iyo laa yukallifu llahu nafsa wi marka suurada ayada waa suurad aad u qiimo badan xataa waxaa soo horortay bacda saxaaba nabiga soo duulaan u baxaya inuu damcay ninka u dhiibi lahaa ciidanka nin baa marka u weydiiyey baqrada xusan ninkii yiri waa xifisnahay baa loo dhiibay ciidanka hogaami adiga qaa'ida hogaamiya waa baqrada hadaa taqaano kii gabadha lagu guuriyana waad garanaysaa markuu yihi baqariyo al cimraan baan aqaanaa loo guuriyey ee la yihi bar sheekh baaba tahay باب قول الله تعالى إلهي قول كيسا وعلم آدم الأسماء كلها إلهي آدم وحوبري الأسماء أسماء كلها أمانته أحب الله مكل الرئيب أسماء داسي من بشركا مجيدها مطلوكا إبدي أسماء روي مصمياتك يوحي مقع الله سمايو رنبا ما قضى الله بري آدم عليه السلام علمي أسمارك إلهي أوبري أيو شرفت علمي وحكم متيستي إني ملائكتي أسجودان أسجودان أي أمانان أو احترامان أو أي سلامان وأسجودان ibliiski marka ixtiraam waayay sheekhii ahaa aadam ixtiraam waayayna lacanad baa ku dhacday lacanad malcuun buu noqday ibliis anahuallah asmaadi o dhan baa sheekh layihi wuu sheegay waa laga faa'idaystay haddii laga faa'idaystay shaydaan waa ku jira marka sheekhiisii buu aasiyey marka leeb baa ku dhacay maalinta ayada amarkii ilahina waa diiday amarkii ilahina waa diiday wacallama aadam alasmaa kullaha marka cilmiga sharaf badan buu leeyay xadaanaa muslim ibn ibraahim qaal xadaanaa hishaam hishaam ibnu yuusufkii wey adistiwaay قال حدثنا قتادة ابن دعامة السدوسي عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء وقال لي خليفة خليفة وحي خليفة ابن خياط شيخ البخاري وي لكن قال لي بس كده هاي وتذكير ايو يكرور يا ايو حبيد هان حدثنا مذاكري حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد ابن ابي حروبة عن قتادة ابن دعامة السدوسي عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجتمع المؤمنون يوم القيامة ما لم تقيام المؤمنين تضمب صوت كل من فيقولون وحيليهم قال صوب شفاعة لك ما أقبل وأقيا هاي ملاها سوكور ورويزن ومن انت بحسك يا درانك إلهي سوء علم مكاسي وحيليهم ورسلنك مجري كره ما انرأسان وقفنا شفاعة لو استشفعنا ما شفاعة لما إلى ربنا ربنا أنا حق يسا وهم غير جايان وضع ما شفاعة ما انرأسان فيأتون آدم آدم يؤتك أيام فيقولون وحيليهم أنت عدو أبو الناس أتكو يديس كنية آدم عليه السلام فلان كذا سأل ما تذكر ربه إلى مرأي أبو الناس أبو البشر روالة دها bashar ka dhan iyo dad oo dhan baa suu meel u dhayayba ada dadka wax ku imaaday aabo wa ka soo farcameen khalaqaka allah ilaahay baa ku abuuray biyadii gacantiisu ku abuuray wax malag oo muwakkal oo lagu gaxil saartay malakur rahim adiga laguma saarin rahim ba kama soo bixin toos buu ilaahay biyadii ku abuuray oo ka abuuray waa sadalaka wuxuu ku sujuudsiyay malaa'ikatu malaa'iktiisi mukramiinteeda qiimaha badneed ayaa ku sujuuday ayaa ku maaratay tawaaducay wacallamaka wuxuu ku baray asmaa kulli shay waka تفسيرك آيات وعلم آدم الأسماء كلها انت سوك يا مصنف وعلمك أسماء كل شيء أسماء كل شيء وحور وحو البابا أسماء يسيبوا كبرية هذا سيداتها انت سوك يا ولاي فاشفع لنا نوغا شفاء نوغا شفاء عند ربك الرب يا أكتيسا نوغا شفاء حتى يريحنا سوء نوغا الراحي من مكان هذا ماشي مكا وحيكا الله يا شفاعة العظمى فسل القضاء والإرادة ماشي لوكا لطلال الربا نوغا بالنسيب كيز مكا هايلو ناري جنوب الهدي ماشي عم عرفنو فيقول إليه آدم لست مئه هناك ماشا هذه جارسيسين إن هكا يستاغون إلا يستاغون شفاعان كطلبوا مرتبة باسي يبوس كاس أنين مليه ويذكر وحيو الشيخ ذنب وذنب جيسي فيستحي وحشوريا ذنب بان قريه وقيد لي رها عون بان تسكو عوني أيان كحشوريا الرب ما أنت عرون ولي عرون بو عروضيه نركا سوى وطوبت كيري وطوبت لقا أقبلي ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهذا هو وإلى كتب أقبله هنوني أيها الذين آمنوا عبسك الجرا فتلقى آدم ورب كلمة تابع عليه وكتب الأقبله مع ذلك ويستحي وحشرة وعبسرة إيتوا نوح نرضى نوح هذا عليه السلام فإنه نوح أول الرسول والرسول كهو الرئي وبعثه الله إلى أوصل دري إلى الأرض إلى أرضه أوصل دري نبي ولده الرئي نبي عاش كبر نبي بقولي سير الكيس الله دري لكن نبي الله دري إيه الكيس هي غير بالله دري وحاول الرئي نوح عليه السلام عكور رئاسة النبي عاش الشيف
يا آدم لبضبا ويكورين قلوا وذي ريره وضم وذي شركة ما بتجرين قال لما بتجرين توحيد كي يدين توهم بالبراوي إيه وحمل كاسي قال لما شركة ها لبس الببالة وما بتجرين بقى مع عسى وجرت وقابيل هابيل بودلي ومع عسى وجرت لكن كفر يا شركة ما تجرين إلى إنه حل اللي يلصد دراية وشركة حل راس بالوضي وما كان الناس ولا أمة واحدة فاختلفوا دتكو بركوا هل أمة بهاي كاسي خلافين شركة بسواقري أصنام بالوي يمت علي بن عباس رضي الله عنه وحاول بحيسي طبعاً قرني بقول بحيسي بره طبعاً قرني مركا نوح الرسول عليه السلام يقعد طبعاً قرني طبعاً قرني مركي أدون كرو بشر كي ابن آدم كوه جوري وطبعاً قرني وما قصنا يا كل سنة كل سنة مركي جوري وشركي بالوضي مركا شرك هو وحادثة وسيد الرئي أصل وحوير وتوحيدك يا استقامة يا توصنانت يا صلاة خلقت عبادي كما في سورة مصر يقول إله سبحانه وتعالى قلت خلص خلقت عبادي حنفاء فاشتالتهم الشياطين وحانيقا أن أبوري الدوامه هي أيها الحنفاء استقامة توصنانتها أصلا هي توحيدك كدي بامركا وحصوات عاية وشيطان قدار كيبت وحوج إذا وشركة قدار شيطان كوكو قوليستي واجولي وكوكو قوليستي مركا وحولاه النبي الله آدم عليه السلام أرضى النبي نوح آدم الرسول كهو الرئي أرضى الله صدري فياتونه مركا سيقول إمانا يا نوح عليه السلام فيقول وحولي لست هناكم هكي ناس هذه قرسيسين الشيطان أنا ما قرسيسني ويذكر وحشي سؤاله ربه ربك إنه ويديسي ما ليس الله به علم وحونا علم أولهم ونبي يلاهي ويديه تاسم بركك على عليا فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعيدك أن تكون من الجاهلين بركك ويلكيسي هلاك سمي ويري لا يو وكذا تري إيل كذا ومبادنا وأقول كي إيل كي وكمية هاي وانت رحم ويري يا وحالي إنه ليس من أهلك فلا تسألني ما ليس لك به علم مركا تاسع من حقوق كلر الدوفي بوهي هاي وعاكل الرواية كلا صار رتين وقوم كيسها باري ودكن دكن لقد دقي ودين هالكاس أيضا أنا أوكع على على يوحي قال هاي أنا متيستين مركا ورع هالكا أنبيض أي كان الله يوم ورع ما شهدت كلا معصية يدنبي يكبر قيام أيوه وحي ورع لماذا يحتياط كها أهب ورع أولها هاي كان الله يوم فيستحي وحشانا يا نوحنا فيقول وحوليه ايتو خليل الرحمن الله الرحمن خليل كيس أتقى خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيأتونه ويوم إيمان أيام فيقول وحوليه إبراهيم لست هناكم هكا مدرسي إيتو موسى موسى آدى عبدا أدوه ويكلمه الله وإله الله أدلي وأعضاه التوراة توراة علمه أنه كجرين إله واسيه أرضاه موسى آدى كريم الله خاص بالله أسكالها يسفر أسكالها إله أتوه وكلم الله موسى تكليما مركا النبي الله إبراهيم صورنا عذر دار الشديس رواية كلا عدي وصدح مارة الشيء وظاهر كوضب بينا ودين تلاه كدفاع في جنب الله أيو كهر لي تيو مركا على عليك عبصرية موسى أتقى فيأتونه موسى أتقى فيقول وحولي لست هناكم هكا مقرسيزني ويذكر وحشي قتل نفسي بغير نفس إنه نف دلي نفلعان أيضا نفنا دلين إنه دلي من مارة أدون صرايا استعمار صرايا كقورايا قوم كيسا من إسرائيل القبض أيو أركي مركب استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه مركب على عليه عبارة وكذا وموسى فقضى عليه وكيف يرى نفسك بحري أمر لمسين ومع ذلك أرنك وموسى على عليه وقبل النبوة والبعثة أنت النبي بلغدين إلا على مسار أي رسول لغدين كهروا يبا كهروا يبا وعقدم ليس النبوة رسالة إن إله الدورة سبحانه وتعالى وحي ربنا سكبا ماتي فيستحي وحشان ربه ربي يبقى حشان فيقول وحليه ايتو عيسى عيسى وطلع عبد الله الهي يدون كيس والرسول ورسول كيس وكلمة الله الهي كلمة ديس والروح والهي الروح ديس كلمة الله وحويان دبكو دنبو وحوي الهي أبور كيسا أمر كيسي تلينيس كوا أبور مان الروح ذا الهي أرواح وحليه وأبوري وحاسدها سيجارة سيد موسى كلام كريم الله ليه كريم الله إبراهيم الله ليه خليل الله ليه يا عيسى وحال ليه كلمة الله والروح أيليه كلمة الله شيء وكلمة كن وي كن فكان مركا إساس قاو إله قاو أبوري روح إله أرواح ديس كمذاه ويانا إله ما أبوري مك الروح إله وحلا ولا وأرواح ديس إذا أنت كلا نولا نبأ أرواح إله وليه وجريدتك أي تاي أي عيسى سجنا وملمدي هاي روح قاس قاو معها لكن سجى لقب تاي لقب تاي نانيس فيقول وحلا فيقول وحلا عيسى لست هناكم هلك ما جارسيني وما سوى عذر دار مشي أنا إيتوا محمد صلى الله عليه وسلم أرضينا محمد صلى الله عليه عليه الصلاة والسلام إلى غير كبال عابدي يقارب وحشي لكن هذا عذر دار لما شيء أنت نصوص عاد إيتوا محمد صلى الله عليه وسلم عبدا عضو وينا محمد عبدا عبد النمر أصوب من قباء أمان وين كل النبي عليه السلام إن لا عبد كتل مامي متواضعة خضوعة
إن هذا يراتي أن بقرطوي يملك يموقش مننا الرين أيو أمامه يكون يقول شيء عبدنا ضو ويغفر الله له لا يودافي ما تقدم من ذنب وما تأخر ويعرف واحد مبا وعمرك كلام دعيم ولا سير عليهم فلا توني أبو النبي عليه السلام أنا إيمانا يا فانطلق مكاسان تجي حتى استأذن على ربي ربي يبر إذا ويدي سرايا فيؤذن مكاسان الإذن يا ولا يشفعون إلا ما إذا كشفاعة إذا بكسعتها مركا إذا بولاه ويدي سن مركا سود أنا إذا ويدني فإذا رأيت ربي مكان ربي يأركو وإذا وجاك كيف إسكف يرو أركو وإذا وقعت ساجدة سجود بلا دعية وإذا لود ولا وح قال يسوي سمرت ركوعي قيام وحصل من وحكشر ربنا السجود أقرب ما يكون عبد ربي ساجدوي وقعت ساجدة سجود بلا دعية سجودي فيضعوني مركز إلى إيدينا يا يتنا يا ما شاء الله أنتوا لا يدونه ثم يقال وحلي ارفع رأسك محمد وملع كروقا وسلوا يدي سوى حد ربطة تعدى على السينة وقول هذا يسمع على المغرية واشفى إرقيت وشفى على غير أقبلي إجابة ذات النكبة فارفع الرأس ملحا كروقا ذبو النبي عليه السلام فأحمده الله أنكو حمدنا يا بتحميد محمد يؤلمني وبراي ماذا هاي لا يدك السيدة وضعك كالسار دعاك مكاهم بالله باي مقدمه وانا اسم الله من آداب الدعاء حمد بالله من يا فرا فربلا مركز ودينا مركز على البر دول النبي عليه الصلاة والسلام وكحل دير كون هذا ثم أشفع مركز عن شفيعي فيحد لي حدا انت اسمك وحكوب وحديد كان شفاعة خاص كهت انت هرم حيهت شفاعة عام كهت شفاعة العظمى مدى دادك اي عدصلين شفاعة العظمى بالي هذا فصل القضاء تي مركو شفاعة دادك لك لصاره فريق في الجنة وفريق في السعير لك نقول لك لبحه مركز واحد أنا طلب يا بريتك لا يا شفاعك لا بالله مركز واحد وحلو واحد يجي تلمان تا يا تلمان تا ضدك له كجرا نارته كسر صار بالله فوحد لي حد إلى حد بوي حد أنا يا ضد على ما يسمى بقار له فأدخلهم الجنة مركز الجنة الجرين ثم أعود إليهم كل لعبا فإذا رأيت الرب مكان ربي يأركو مثل وسيل مركز هروك له يا هذا شفاع ضبي ثم أشفع الله شفاع فوحد لي حد هذا ولي حد أنت عصوك أنت وركها سيا أنت كها سيا توعيد كلا يمد عمل كودينا ونا قارسين إن الجنة قلم فوحد لي حد فأدخلهم الجنة جنة أنا هذا يعني قلنا يا بير ثم عود ثالثة مرسد حبا كن قن ثم عود الرابع مرة فرات فأقول مكسو حاليه ما بقي في النار نارتك مهر إلا من حبسه القرآن ذلك القرآن كو حبس الموين ووجبت عليه الخلود إن نارتك وارانا واجبتي كو ويان كو وحانهن وباقي ومشى كهري مجرته ووجب عليه الخلود كو أسمى قرآن كذلك حكمي نارتك إن كو ريان للشيء أين كبحينين أين كبحينين كوا أبا ماشى من باه كوا هري وسيد النبي عليه السلام اسمه سيوي أواركي وإلا والوقت بين أيها ومركي شفاعة الشافعين لما توم بيضا لما شفيع صالحين الشفيعي إلهي ما وحليه سبحانه وتعالى أرحم الراحمين بها هري مركا صوح وكسو صار يا مارتا التوحيد موين أو عمل وخيرا ولو الله يمان أي كسو صار إلهي سبحانه وتعالى مركا روايين كلام فسر أيها قال أبو عبد الله إلا من حب بخاري وأبو عبد الله إلا من حبسه القرآن يعني في قوله تعالى بلجل خالدين فيها كوير يا خالدين فيها لا بثير فيها أحقابا كما بحيان اللي يري نارتا كوا يقع نعم كوا باكوها رايا نسأل الله العافية والسلامة. قال باب كالفصل قال مجاهد بوحيري إلى شياطينهم آيات داسو فصل رايا آيات في سورة البقرة ولكو جرائي وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن وإذا خلوا إلى شياطينهم وإذا خلوا مركي لك خالي نقضان إلى شياطينهم منافقين تا مركي لك كل مان أو لك خالي نقضان ميل قارة لتقام إلى شياطينهم محلو جوا شياطين محمان تلقوا هذا أصحاب من المنافقين منافقين تي كالي في ريس مش أجوكت يوم يهرقين قالا دي قالوا ماذا مو جيست مركي ميل لتقام حيليهم إنا معكم ها معينانا كل ما كل يارنا كل شيء سيرنا مسلمين تا ما كان أحد جوجنا ما سكوا مرة تيني كان معنا النهاية إسلام كون تيجي تنا هاي خير بيكون هذا يا رب في عمي كون هذا مركا يبحان هذا سك قانون فرع إلين كون ولا مقولين ونكون بيا عبينا قالا من وركا سو قد بين منافقين تكلم وركا سو قد بين أيام محيط بالكافرين آية ده سورة كذا نكاه لي محيط والله محيط بالكافرين في بداية سورة البقرة ويان أو كصيب محيط بالكافرين الله جامعهم إلهي وحكم الكافرين تا أو ضم وخوان كم غنينا أيوة سوق كل منايا أساسكوا فستي
الله جامعهم منافقين قالوا ربنا إله وجمعنا يا وكلمنا يا اليوم اللي رأي فيه من نار بان وصار رمايا على الخاشعين لفظ ناس خاشعين تاع صلاة بلاها الله وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين أي على المؤمنين حقا ذلك المؤمنين تا إيمانك وكربت يا هي قلبك وإيمانك وقال المؤيين صلاة وكل عروسة ذلك كذلك وفي صلاة وكل عروسة وهساني وداري وأن ذكري بلني إيمانين ومركو تكادان عن ذكري كتب بيسينا فرق شيئا هيا خطر بكو سوئين سفحوا ويس بلاس صلاة مركو ورانا وكل عروسة مركو ريدانا لا يذكرون الله إلا قليلا وحيروا أذكارتي أذكار الصلاة ويادتك انت بدن كل صلاة مركو كل عروسة هي صلاة كوا خاشعين تأمويين خاشع على محوليه ومؤمنك حقه مركو قلبك إيمانك ودوا إيمانك سوء وطا إنو عبادة يطاع على كجعليسيو أتكو مارت الدكتو أيو كوفا إذن أيا أو عبادة كونا دانتا قرة العين يكون نقطة ميلا ويردين أرحنا أيا يسكن بديسة أرحنا بها يا بلال بنيت النبي عزيز نور راحي قال مجاهد وحير بقوة لفظ ناس قوة خذوا ما آتيناكم بقوة لفظ ناس قال الله يا قوة ذا قوة قاتق وحار نيكي نيء وحي يدين قاتق بقوة قاتق واسق قوة محل وضع يعمل بما فيه وعلى روح قديه سكجر لنكو عمل فرق ساس الله وضع كو عمل فرق عمل فرق كاسا قوة ذي وقال أبو العالية أبو العالية الرياح وحيي مرض في قلوبهم مرض يعني تقديم التأخير آيات دان كمان البخاري سيوك له الرياح كوبا ترتيب سورة بهم وترتيبين ميانه آيات الرسول ربو كوكيني مرض في قلوبهم وحاكسوا منافقين تقلوبتوا هذا مرض مرض بكسوا وقوف السري شك شك بقوف السري مرض كامرك في سورة البقرة لو شاقي ومرض الشك ويان مرض الشك وشبهة مرض الشك وشبهة ويان نفاقة إيو مارتي شبهة كجري شريعة الدين تأي سخلة أقاتين وحيالك لا يفهمين مرض كا يعرض كاسي قلوب تقلا يقول على المنافقين تا يمنحرفين تا يقول زيق قلوب تا إلهي وكل ذي وملذي في قلوبهم زيق وقلوب تا زيق وكل عي نعم ويتبعون ما تشابه منه مرض سورة الأحزاب مرض كما قلت من حيه فيضمع الذي في قلبه مرض مرض كاسوا محي ومرض الشهوة مرض الشهوة ويان لما لا أصعذر بها قلبي أقرأ أما هو من عقيدة إيو توحيد كحقي سسامين كوية شكي إيو شبهة أما هو من حق أخلاق ذا هو عوي وقلبي ما كنت قال زناء يفاحشي يقف لك قشو قلبي أصدق أخلاق حمو يا قشي أخلاق حمو ذا أنا وحي ناو عيسى إحموها عقيدة إيمانك بيدها رواه عيسى لأن إيمانك يزيد وينقص ينقص بالمعصية وما خلفها أيضاً وما خلفها خلفها هذا محل غورة فجعلناها مكالاً لما بين يديها وما خلفها عن كبرني مكالاً يا رواد كبرني لما بين يديها وما خلفها وحكدهم به وما خلف هذا بقى الله عبرة لمن بقي بدك هري باقي أنا عبرة أتاي وحل مري عقارت المري قال هذا عبرة للمعتبرين فاعتبروا كعبرة قاشو يا خصوان لمن بقي بدك هري لا شيء فيها وبقرة دي بنو إسرائيل مكري قال لي لا شيء فيها بلي لا شيء إيه لا بياض عدي ماله وحمد بكلا لا شيء فيها مد عدي ماله وقال غيره وحنكسر هل لأن تفاصيل تنوح أسكرها أن سومرين يالها مجاهد تمام مركز وكله وقال غيره مجاهد غيرك وحيري أبو عبيدة بن سلام يا غيرك ويرجع كلو يعني يصومونكم هذا صفر غير كاس يصومونكم وإذا نجيناكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب مركز يصومونكم أي ينوركم أيكم فسره وينوع مرتاجلين عيان أو وتجبر أمر تاجلين بين رسمين أيام ورطة أمر تاجلين أيام أما هي يصومونكم وحينا دبنسين أيام التابسين أيام التابسين تي عذابك أي مرن أيام بين إسرائيل هدو أمر تاجلين تي ولاية ولاية كليين وقهر أيام وحب كليين هذا قول فسير أيام مركا لفظي قاسي ولاية ولاية وكوكا الفسير دورا مركا أدام مدام يولونكم وكوكا فسيري وحي إنو أمر تاجلين ويولي التوانين ونوسمين أيام سوى العذاب مرن مركا سوى لفظي كالا يوم العسري أو عن سورة البقرة وكجرين في سورة الكهف الولاية هنالك الولاية لله الحق مركا لفظ ياسي ولاية هي ولاية لبدا هو الآخرية ولاية مركا حولاية مفتوحة هذه الآخرية أولي هنالك الولاية لله الحق ليراد مصدر الولاء ولاء
مصدر كيدي ويان مصدر الولاء ولا ولاية ولاية بين نقون وولي المحيا الولاء ملعه مصدر كيس ولاية كل ما معناه المحيا وهي الربوبية وي ربوبية وي هنالك الولاية لله لا ولا وضع الربوبية يتصرف كونك إلى هباء إسكاري سبحانه وتعالى غزي نقول هنالك الولاية لله لا إذا كسر هذه وإذا كسر هذه لكسرية هنالك الولاية لإرادنا كسرة الواو وهو لهصنبه فهي الإمارة إمارة نقول مدحن مدي مركا يقولونكم تكوها سيلا إمارة إيو حكم إيو تجبر إيو أمر تاقلين بين أوليهين أي نقول نيسا مركا هنالك الولاية هنالك الولاية لبدا سكوها فسري الربوبية إيو الإمارة وقال بعضهم قاركوا بو عير هذين بعض الأسكار واسد عباء قتادي عباء بن أبي الرواح قتادة بن الدعامي مفصلين توي وعلوا هاي الحبوب التي تؤكل كلها حبوب تلوك كسر بحضة وحالة وحي اللعنة وضم فوم بالير هذا مركا وابن إسرائيل مركا يرى هذين لما اسبر على طعام واحد هل انت أنا مرة أرنو حنا وصو صارو وحكمنا وحي أسره وفومي هابين وبصرها فوم فوم حالي هذا وعلى حبوب كصبح بن فوم بل إذا بقوله عضاء قتادية كفصيرين وقال قتادة وعيري قتادة بن دعامة سدوسي فباءوا بغضب من على غضب فباءوا بغضب من الله ميه بقرة سورة البقرة فباءوا بغضب على غضب لا فباءوا بغضب تسباءوا بس فانقلبوا ويلقى الدومين على إلهي بيلقى الدومين أيوه وقال غيره غير كابو قتادة غير كيس قارو كوشي المغاية قارو وكتكي غير كاسن أبو عبيدة أيالي أبو عبيدة نقلوش أبو عبيدة السلام قاسم بن السلام قاسم بن السلام يستفتحون نوكي يهود دها مكي مدينة أي جوغين با يوحي ديه شرين نبي آخر الزمان با إمان دونا نبي قاسم ديانا نولد دقالا ينايو إلهي نصر يقول نغسي مدينة شرين كتب رسول شرين مركاسا مركو إمامينا وبين كرام با أجل الحيوان بقصب بحر الميوان ينكو عرب قصب بحي وريع عربات أول نغضي أيوه قرن أيه إنكرنوا ديدين مركا وكانوا يستفتحون يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم عرفوا كفروا به وهو قالوا بين مركا يستفتحون أي يستنصرون وهو قرقرت البيجرين ونبقى سعب مركا يقولوا نبقى كان دون ماذا يبقوا ماذا يحب البيجرين شروا لفلا شروا ولبيس ما شروا به أنفسهم وليس ما شروا شروا بمعنى باعوه ما انت شرهم كي موها اشتريه ميه وبيعوه البيع والشراء البيع والشراء بالير هذا مركا باعوه حلو استعماله قفك السلعاتي على بدا هستا يا بايع لير هذا ننك فمنت اي العقد هستنا مشتري بالير هذا مركا قار لكن لفظ الشراء وبايع سلعاتي هستي لو ما لعاو باركسا marka warbi sama sharo bi naftoodi marka ay haysteen raasumaalka way heleen silcada way heed ayay iibiyay marka sharo baan lagu cabiray marka sidii nabiga ilaa yusuf alayhi salaam kaga hadlay maxali wa sharawhu bi thaman baqs darahima bay'abunaha marka sharo maanta macna baa'u ra'ina ya ayyuhal la taqulu ra'ina la taqulu hadina ra'ina nabiga ku dhihina min ar-ru'una tibda la diidan wa ar-ru'una ru'una ka timid oo ru'unadu waa maxay wa allayuna wa ba'f جراعيو نوعه معيب نميو عقل يريو يا لو استعماله مرة وحلو استعماله راعنا في سويتاني انتظار مرقى هذا الكيفيعنا اللي استعمال الجري وحكد حفائل يستيو بسائل السودة تحق لي يهودي مرقى سيد ان راعنا كل هايان ايوان مرقى كمجة نسوق ايو كما وراني وحي كوادان كامري مانقار كهايو اي كوادان نبي عليه الصلاة والسلام ادو الحلايان markaas waxa uu la fiiraa saga ee labada macna leh si aan ugu soo fadhiga loo saarin ninkii ku hadlana loo waayo inuu yahay nin saaila oo soo weerartamay ninka muuminiinta ah istixdaam sanina isticmaalina leeyir la taqulu ra'ina min ar-ru'una ila aradu markay doonaan an yumaqqi an yuhammiqu inay daqameeyaan daqan ku tilmaamaan insaan qof inay daqan ku tilmaamaan kay rawan bay qaal waxay dhahaan ra'ina bidhan ka waa ra'ina waa ru'una dhaif weeyo mangaba ay dhahaan aqal badan لا يجزي يا لا يجزي معنى لا يغني لا يغني هو ترين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا والله يا باك قرأ لنا تقول رأى الويدين طيب
لا تغني أنا داقن نفس أنا استنفكر شرع بيك داقن ما أنت نف نف حتى ليس أي جيل أو وحك في ذين كرتا ما أنت إلهي سبحانه وتعالى أو ربك أو هذا إسكت سديار صدا الدنيا ده بكا آخر الله تو قب حقوق ترى ملأ نص بحقوق ترى عبد الوالي بحقوق ترى إيه بحقوق ترى ملأ بحقوق ترى ولي بحقوق ترى نور ونص تاع العمل كذا خطوات لفظها خطوات وقف سرعة مستنفكة ولا تتبعوا خطوات الشيطان خطوات من الخطو بالاكر والمعنى اثاره شيطانك اثرتي سي الراد كيسا الراعنة او مالها امارتي حمانتا او تاغيه هاي او هذي نقطة الزيمد يوكالي اثار بيليه هاي شيطانك اوكو بعدنا حبال يحركونه هاي حركيسا الراعنة هذي نقطة قد قتالك يدلالك وليه اثار الشيطان والقبارو وحاسو بنسكي العالية ابتلاء ايو قلي ابتلاء ويدي ابتلاء ابراهيم ابراهيم ربه إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن مركا إلهي مركو امتحان النبي إبراهيم عليه السلام امتحامي إبراهيم امتحامي إلهي سبحانه وتعالى وحيا رب المروي امتحامي وحيا من مركا فأتمهن وعلى ما يستري سيدة يبو غصوا بحي توحيدك هذين نقطة هذين نقطة حتى الملافظ يعسي إسجد بالي إسجد سيدات رسول جرى يعني إسجد وامتحان مركا سوء قدوم إسلتك أوسك شرعي ملافظ في رب المروي الشيغي ابن عباس غير كيف فسرين نعم مركز فاتمه ونظر مستر قال اني جعلك للناس اماما كل هدو برف وحيوانك صباحي وامتحانك قد بي وباسي والله سجن امام بعلى قدر اني جعلك للناس اماما مركز ابتلى معنى معيته اختبر وامتحانه طيب باب قوله تعالى بكسر زويل فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون هيرنا إلهي سبحانه وتعالى أندادا ونظيرة أما جده كسور جيدة مثيره في المشبه إلهي أوصى ميننا وأبا علينا وأنت تعالي ذكر وإنه حجر على كمجر وإبتين ما قد بدأ يجوكتها وإذك عباده إلهي كلا شيئي بس أبتين حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا الجرير إن عبد الحميد عن منصور بن معتمر عن أبي وائل الشقيق بن سلامة الكوفي عن عمر بن الشرحبيل عن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه قال سألت النبي نبي عليه السلام بوحوي دي أي ذنب ذنب إلى السماء كيف عظم أقوين عند الله إله تيس ذنب إله تيس كيف أقوين قال إلا أن تجعل لنا دي أشهد لله الله كوابورا مدا وهو خلقك كان يجيب كوابوري حتى لا أصلي كوابوري الربوبية ذا يكون كورنبا إسكالها إن العبادة دي وحكا لو هشيس الله ولا قيبسه أرنت عيالا وحق إلهي قبت معه وذنب أقوين على قرار ذنب ويان ذنب أقوين ويان أن تجعل الله ينقص بس جدا وحمارتي كسر جل أمقاء شبيه شبه هو خلق كسر كعبور كليس وحكرا بوربا جل إله سبحانه وتعالى كلا ورنا إذا درس دو إله كلا دو كعبور كون كده أولاه توحيد الألوهية يستلزم توحيد الربوبية ها وين قاعدة وعصبا وحمارة لله 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 يا الله بعمارة الله بكر وديه يا وعص أبو رابر هذا كلا دو عصبا أبو رابر سيجر أطاي إلى العبادة غير كلاسي سواء كلا الله ولا جزء سيكون عكرتها وحكل لازم أحد كريه كوابوراكم كنا مامورا عندنا قواية إن العبادة أنا كوقا لإنقاذ كيهداء الإنقياد وتواه والخضوع إن سي كريه يأذوه قلتو أيامك الربض عابده قلت وعامري من ذلك العظيم سعوه في رضي الله عنه سامنتك ويلنا توحيدك إن ذلك العظيم الله وأوين تارنتاس إن إلهي لا شريكي له قلت ثم أيما حكو حيا قال وأن تقتل إلى بديش ولدك المها هذه تخافض وكبق يضع معك وحكرعونه حبرتي حبار الجيران أيها المعمل قلت لعن ثم يوم حقوحية قال أن تجزاني حليلة جارك درسك هذه ننكي درسك على حاسي إن أطبع مرتضك حمانك صنعيسه وذينك زليسته وإيمان لأنوي إيوم هو هنقر حلوي هنقر حلوي ويان وفق الجيرانك درسك إيابدسك ودو ويلين مر إيا النفع بقى قيب سنة يسين قربك كوها إن أطبع حمان إيوه مو خيامات قصة ميسو وذنبت وين كبائر تقيامها أنتم بنان قال زوج ساجيو أيها الحوله إذا يكره خيامي غيرك يبغى خيامي ما جزوا على عمل كيس وحرة كقاو كوا الرب أبو النبي عليه السلام أنتم سعوا فيري ما أنت عارين كي نبوسي داول ويرى عمل كيس كقاو وإحنا ضروري بشين كروي مست نبي حاول ما أنت وإحنا ضروري بقى بعد قوله تعالى بقوله تعالى وظللنا عليكم الغمامة وحان كركين بنو إسرائيل وركوتيها ينقطعي وانتي اللي جري وربيت المقدس قرطة أو فرطة وعمال قبل قالها كبحية الديدين وميموس يهارون كهرماتين وانتيها نبسي ديني دبوريك إيه إذا دبوريك ودعي
يوم مشقوا الدجا يقول مدعان يقول مداك ولا يقول مدعي وقول ساكي يقول يا ما تورم بالر رام لصعم عصر كي بقول صوب بدون هذا الدجا يلا شباب بقى لتريه شباب الحال لقى بحزاك يلا توريه مركز موسى يهارور يا جراء إلهي سبحانه وتعالى أنبياء فضل قوة إلهي سبحانه وتعالى كل عشرية قل أحد ولا قد ذي عنتي يا عبيتان ولا سنايا وعنتها أنا وحيه استان هرب وحيه استان هو ملب عبيتان كنا نجح موسى عليه السلام نجح يسوع كرتها مركز أمام بوشة وربو فن مركز هذا أنا لبيه طبعا إلاط يا كسب بودي فضرب فقلنا ضرب منها فقلنا ضرب بعساك الحجر بقى نجح يسقها نجح بلا عزق هذا وربع وسقوا توي وظللنا عليكم الغمامة وانزلنا عليكم كركينا وحسودة جنا المنة ملب عرية والسلوى هرب شمبروا وين هني كوبا مكا صلوا على السيد كلوا من طيبات ما رزقناكم وحن وارزقنا حلاشي سك حلاشة عونا حلاشة عونا وما ظلمونا أنا جانا من الظلمين وحي سميين ولكن كانوا حين الله أنفسهم لا يظلمك وظلمية نفط هذا ظلميين أيها وجه الله أمري كذب كذب حواي وقال مجاهد المن من وحالي هذا سمغة وحبك سمغة حبقوي جاء كركو هذا ماشي أي منح كسر بحال جيتك أم بحال كسر بحال وقصر بورا وأنت عليك أم الله صاري وحرق أهانا والملبة وأدي معان والسلوى أنا أطير وشمر شمر ووين يبكي زيعنا يوم فريش ما هو بالله عني أبا كي ثانينا اللي راح دقانينا ما كي دكتين وبكو ريبا قال حدثنا أبو نعيم الفضل من الدكان قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الملك عن عبد الملك عن عمر بن حريث عبد الملك بن جريج به زوقك الفيري عن عمر بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم وحجري الكمات من المني كما هذا باش الى ذلك قال الى هذا من المني بكميديا ملب اركي بكميديا سمعت ملب اركاس وكيب بني اسرائيل روايه كزارت الذي انزل على بني اسرائيل وزدش كيب بكميديا بقايات كيسي راد كيسي ويان بو كتب قي هب ميل وكتب قي بو كسو بودي غير اصل كودي ميلها سو كسو بخايو بالكاسي وحا لا ذلك الى هذا والله عنا مركو بسلاده وفيناده والله عنا مركا بينا وليه سما أنا ابن وليه ما لعك له وليه هاي الرجال كده عرض ما لعك يسكر معها يا اللي كان ما لعك يسكر معها قط يا بقى تقى تقى أنا ولدها أوكا مركا زاسوس صباحا يا كده من وها كده عايا أنا وعمري جري ما كان عرضتهن أكيد ولا غير رمي ولا غير رمي ولا كابا الكاو بدله الكمات وما هو هبيه ودونا قلت كاسلها اللي كاب يسوع شفاء للعين عنده داوي هاي وطب النبوي زمارت النبي قالنا نشجع عليه السلام داوي كذا وحب أنت هاي إن مرتي تحليل وسماء أو خبراء أي عرنتها قلام أو قدر كي كمية استعمال كي طريق الله استعمال يقاب الله استعمالي ينوع مرض كإيش يكون على الجبهة ويني الرماس وحب هايهن عند هذه الوشة وداوي الجيري بارتان وسماء تحليل وسماء إن بعض الغرباء باب يعني قاب استعمالي انت يقاب عاسه هذا كله من الا وعلى ده اجتهاد كلو ده اجتهاد المجتهدين باب ويقول ندخلوا مكان لحسن محمد وهذه القريه ادخلوا قالها مكان كنا ريبن اسرائيل هذه القريه مجالها بيت المقدس وي مجالها بيت المقدس انت قشان مجالها وين فوق يدك قالها مركا برواقده دنعونا فكلوا عنا من حقيت حيث شيتوا ما شات ربطان كعونا رقدا رق يعني اكلا رقد ونتانا واسعه او حبين وين عنا وهنيئه وعذر يحبها اللهين وادخل الباب الباب كمجالنا كجلا سجدا يدنكم الراكعين سجودا الركوع بالله استعماله فقروا له سجدا يسجدا بك وحاولا معنا راكعين يدنكم الركوع سوا فورنا قلا وقولوا حتى لنا دعيستوا حبة النها وحان رمنا إله يو دم الدافع رمنا وحان رمى إله مسألتنا مسألة يوحن دولين وكويتسين الله حدة دمينا هو بسوي نغفر لكم وإن دافعنا بإله سبحانه وتعالى خطاياكم ذنوتين وإن دافعنا وسنزيد المحسنين محسنين ترى إحسان الله معظم ولوسي زيادنا يأجر كيو وناق ولوسي كرنيني رغدا بخوف السراء وحكو واسع كثير ونتا واسع أفر ربنا عمر برواقة هذا لكاس برواقة بغن أرض الشامة يا بيت المقدس وقركي سبحان الله وبرواقة كدي وبركي باركنا حوله بإله سبحانه سيادي لي محي سمايين تفسير حديث واكد حدثني محمد ذو الوالير وغير غير ذلك محمد بن يحيى ذو الوالير وغير ومعها حتى من بشار والاسكوهية حدثنا عبد الرحمن بن المهدي عن ابن مبارك عبد الله بن مبارك المروزي عن معمر بن الراشد الازدي عن همام المنبه
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل لبني إسرائيل ربنا يسلم وحالوه لي ادخلوا الجرة الباب الباب كبيت المقدس سجدا لينكم الركوع صرفار وقولوا كدوا عيسى لها حبة ثم رمنا دمي جينا نجد عفو فدخلوا مكاسي جرى ماشي ليري ركوع كل جرى يزحفون أول ودبل كسق على أستانهم دبل أول كسق بيجرين فبدلوا فعل كي بدله وقالوا حيدا ين قول كنا حبة ماشي ليردها وحيدا ين حبة في شعر عيدهم مسألتنا حبة 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 رمنا في شعرة في شعيرة حبس شعيرة في معنا من شعيرة شعيرة حبوا قرن ديار النار وياك لو حيات حنطة حنطة بيدين وسوي جل الله في مقتاي حنطة بيدين ما كسي حنطة بيدين حنطة بيدين على أي مادين تحريف بيلي تأويل بيلي مادين فاسدة يلي مادين مرق قول كيف إلك بدر قرآن ك هي حديث النبي عليه السلام لفظ ولا صدوها إن وحلو بدله أو تأويل وصمة ما بنانا ما بنانا وحا مركا علماء يرادين لام الجهمية في استولى كمين اليهود في حنطة تسألهم لام الجهمية في استولى كمين اليهود في حنطة يعني محايدهن يهود محايدهن حنطة لا محايدهن حنطة بينهن حنطة بينهن نوم باش سوكرين جهمية إيا أشاعر الله هده أيها كدة بجراء الرعاية وكتويل فقوقات كل رعاية وحايدهن استوى الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى أيوة استوى واسك عبد وحيد استوى لا بدين سمعت لام بلس البودين سيد يهود يمين ولس البود باص وحن وماشنا مرك الله ما ضو ضبا منحرف ويانا وتأويل بعض لا يلاي بعدين حاجة أطر استوى سيد الله مفسري سلف كسيد يلاين معنا الليالي استوى هو معلوم صفر هي كيفية أنا هو مجهول إن زويدنا ما بنانا مرك إلهي أمبارا قرنا سبحانه وتعالى لسيدو رفضي واسقى اسكوست المعبئة نجرى قوت المعبئة ناؤنا كما رأينا وكذلك جميع صفات صفات كإلهي بل سياسة لغوضايا صفات هو معلوم لكن كيف مجهول لأنه مش هينبع سيدو أتيه إلهي سبحانه وتعالى مجهول نغطها يا صفات كيفية لغن مجهول نغطها لكن رفضي واسقى هو معلوم هو لفي عربي أوي سيدو يساء لغم رأيه ملك لا يؤب بوذين ملك لا يؤب بوذين إن هذا رحمة دي النعمة أتكوف السرطية إن هذا كوف السرطية محوها قدرة ترى أتكوف السرطية إنزال كيسو دريتانك إلهي إن استوي استولاء أتكوف السرطية وحبو إلهي مرحولي أما محوها قبصري عرش يبو قبصري إلهي أسأل أول برها خلق ربما بلا إسكالها أسأل الله سبحانه وتعالى نعم استوى البشر على العراق بي يأسو قاتان وأنين قالها هذا الوكوها ضلي نعم أعجي رمال أمان كأي النبت جليد وحويان إن السلف كسيدة وذي كسو عطو قرآن كإلهي كأن سودة شيء أوديسو سنبغى نبي محمد روكيني سيو كفص إلهي سيو كوم مرينة أتكون نبت قشو لكن إنها تأويل لا إيماتو تحريف لا إيماتو أما المشبهان وقتت كل شبهة الله مخلوقة لبدا بالقركة قركة سارنتها ما قركة سارنتها قركة سارنتها إسكي لها بارنتها يدا باب قول الله تعالى من كان عدوا لجبريل ملك الجبريل يهود بلايك الله منك يا عدو الله هاود انتو عرا هاود انتو فلمت بغير عريس هاود انتو معايا الجبريل وارد قيمة ملقى قيمة بنوي وقال اكرم الحير جبرا وميكا وصراف عبد انت عبد ويان ايه القدر مرك الله هو معضي اس قدر عبد الله سمعت جبريل وعبد الله اسرافيل وعبد الله ميكايل وعبد الله هذا كوكا لفسر اكرموي اكرم يور بن عباس فسرينتو كم يواوي قال حدثنا عبد الله بن المنير سمع عبد الله بن بكر قال حدثنا حميد انا نسين قال سمع عبد الله بن السلام باوحون مغلي الاسرائيلي ابو يوسف رضي الله عنه وارضاه صحابي قيمة برهوي بقدوم رسول الله نبي محمد عليه السلام من الصواق لي ومدينة ما هذا سوي جرائب ومغلي لك توتا بنت يهودوها علماء يهودونها وهو في ارض اصور ملكي سيسكتشا وبرتيسي يختلف بيرتيس القران هذا وكشقين هيا فاتى النبي مكاسو النبي يقول عليه السلام مكو مغلوى صوك علي فقال وحكيري اني سالك وحنك ويدينا وعن ثلاث سبح سؤال الله يعلمهن وانا نقرني الا النبي من المؤمنين تردك هو هذا تردك هو من وحن المقرين سبح سؤال ومن وحن ونقرن كلمه نقول شيء يا كويدين هذا يجي جوابته من الوقت فما اول اشراط ساعه ساعه قيام على مين كوري محاكمه وما أول طعام انتظر هو الرئيس سمحيتها دعام أهل الجنة الجنة ما كي جنة أي أنت الجنة يقولون أنه يبون الجرين وحول الرئيس يقول مرتصارة أيها هو يدرى ولا صعلا جماعة أي كم مرتصارة أي كم مرتصارة بيافن ومرتقات هو الرئيس محيه وما هو مزعون ولده إنه محيه مسيبته إلى أبيه أبيه هو كذا أو إلى أمي وهو إذا هو كذا
كان ريغركي كل حاجه هو ريبتي بو كان وهي عباره ولا دلي سيكو دحداي قال و خوي اخبارني بهما صدح و هذا عيش ويديس و عيش جبير امي مره مره و جريديس شيغو كذا لودا و لي سو غدبي الى حديث بعد سو غدبي جبير سو ديي قعدت كو هاي جوابتي قال جبير جبير ياتني قال نبعون عنها قال اذاك جبير كاشفتي ادول يهودي و يهود عدو من الملائكه حق ملائكه حقا ملائكة يهود على ودوي وإن وحلاقي جري عذاب كسودة جري كل واقي جري إنه كل جوينا يجبريل بها عليه الصلاة والسلام مركو عليه ميكائيل أو مطر كأي الراب كأي النعمة ذو الحزارم أيام مطر ما بيجي جري فقرأ هذه الآية آية دون مكة أخرية من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله جبريل وهم إحمان الله من إيمان القرآن كان يوحي إلى أنبياء الأمام أي كان جري القرآن كان نكدة شيء قلب هذا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أصله هنونا مكانك جبريل يا ملائكة كان عفينا العدو الكافر إلى عدو بقاله ذي أما أول وأشراد ساعة هذا مركا أنت على مقدمة جبريل الدفاعي كذا سؤالي واقوى جوابته ذي أما أول وأشراد ساعة ساعة دقيقة ملح وري علامات وري فنار ونار تحشرون ما زدت كسوق كل ملئ من المشرق قرح كصباح عندك كسوق على إلى المغرب إلى قرح ضع يلاكو كحنسة بس كعيو إلى حق إلى كعيو سبحانه وتعالى أدوار تضرب بس كعيو يوقف جبيجر مركا إلى سبحانه وتعالى مركا آخر زمان لقاره بب مشرق أنت كسوق عصو صعد إلى المغرب قرح ضع أو كسي من ذلك أنت كحنايا وأما أول من الناس يوم حشر إيمانه أرض المحشر بدت كسوق كيري وقيامي وكاسي فوضة أي صدو وأما أول ضعا من أهل الجنة أهل الجماعة انتظروا وهو الرئي العرام فزيادة كبد الحوت ملايا باركيسة باركاسي اللوليدي سوي بارك اللوليدي سوي بارك مارت إن يوى حضو كلا الله باجرته وان بارك ملوى أنا هين زماه انت أسعاد اللوليدي يا انت أم عام بليل انت أسعاد أم عام بارك كلاهوك أولك انت أسعاد يا أهل الجماعة مدل بوصل الله وقوين ولا صين مقاسو عنايا كدبا باركي يمنوها ملايي وعقل الله ودرا يا ثور الجنة دلك الجنة أسير واجه وزوايا وعصر من بعض الغرم كاسات ما يبغوا إذا يستوى ذاكي يا الجنة يونو بني سقرية وإذا سبق ما سواشي كلا كسب سنة ما يكشيس وإذا سبق ما أور رجل منك بيجي سين نديسو مرك غار مقطع مع المرات كغار مقطع كور مرتو نزع الولد ولدك وحسي ما حق أباها أما شبه وكاروي وإذا سبق ما المرأة هذه أيضا بيئة أو هرمرة مقالب وإذا سبق ما نغلبه نزعت أيضا المرأة إيه جيرته إيه جيرته ما حق ذو وكاره قالوا حيري عبد الله بن السلام صدق السؤال لما جوال المحسوكي أشهد الله إله إلا الله وتوحيثني وأشهد أنك رسول الله إن إلهي رسولك صدر آتابا قراءة يا رسول الله رسول الله يا محمد يا أبو القاسم يا رياتك صحابي الجليل المغري نبي عليه السلام بمركب الرسول من يسوء قري أو يري رسول الله إن اليهود قربنا عن كل شيء رير يهود قوموا وقربوه تم مرتين برم بأن أوبا شبرا شرفت أيها أركان موقتا يا انتين للديوغو يا حمال أبو مريقي وزير الإعلام ما أنت هياند إعلانك يا حكو يا هستا قفك وناك سلام دم ولا فور حمي ويحي فوش حماه دم بمانك على دولة القرحسية والقرحيي ساسا ولو من قديم الزمان وحديثي ساسا عانكو هاين قرب بلان ومشبنا أو بوتي بلان لقب يا مانيس حمدك وبحيوي وإنه ما يو إن يعلموا هدوه وآدم أسألوا يقاني مغيرتي وواسقان المغيرتو إن يعلموا بإسلامي هدوه عن إسلامي أيها وآدم قبل أن تسأله متى من سؤال أنت أنا ويدين وحنا هيانيك ونكتورك كاهي انت ويديو حجاب افكار انا كو عدين انا من شرف انا حوله كاهي انت رسول هذا ترى عبد الله بن سلام واسلامي يبه تولي وين ملايان وحانا مهان بدو شغل ساري ايوه ورغودي امان جيره وراغي شرفته ده بي قانه بي حمام اسلامي مره درتيد بي في جلايان او وحان معنى لهم بيغا دغايان سيدا هذا ولي قان قف الاسلام او مسلم عن اسلام كو تاغن اي ملح هنا وشغل فجاءت اليهود يهود بقشاع النبي عليه السلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولما قال شجر الحوار بلا قرجر يهود بن النبي عليه السلام وحكوه أي الرجل من سلاح يا عبد الله يا عبد الله بن السلام فيكم أحدنا كيه عبد الله بن السلام لحدنا سيكيه قالوا أيضا خيرنا وأنك نو خير بأنك أشفت وأنه خيرنا كان نو خير بلما أنا بلابيه من وحوى الوقان وسيدنا سيد كان هو قاميها أوي وأنه سيدنا سيد كان يبعد له في رسالة سألوا كل شيء قال وحوه النبي عليه السلام عبد الله بن السلام يقول النبي كجرة هكذا يقول لك يا سرايا وعبد الله يعني قالوا يا رأيتم حبيب الشيطان إن أسلم هدوب إسلام عبد الله بن السلام كان سقابه هدوب إسلام كان رمى فقالوا حيب ما عانه الله إلهي كبب بادي من ذلك وحسبت وحسبت سواها همار أنا رد إسلام كوقران فيه
وكعوذ بالله زين أعانه الله من ذلك إلى كم من قريه فخرج عبد الله إلى فوق سجر سبودي سمرت خرج فرد سبودي فقال بقسوه حين أشهد الله إله إلا الله وأن محمد الرسول تجديد التوحيد هدايت ترهزة مسلم بوهاية كونه كقرحية فقالوا حين شرنا وكونا وشرب ما وصل حده وش من الشر ما كنا وشرب ما ومن الشر ما كنا وشرب ما رابلي وانت قسوه بكاسي نسقان يا أمين بكذا دارين سمرت قال ما كسوه حيو ردن كبرها وحيو في هذا الذي كنت وحن كبقى كنت أنا خاف كبقى يا رسول الله وكاو وحن كبقى بقى وكاس ونيك وحلو الشيء وام حين ترى الله لقيا با هذا الله كمان مغلسة ابن عمر عبد الملك بن عمر من سويرة سويد مجارية من غري عبد الملك بن عمر كيان سامرين وعبد الملك بن عمر وليس ابن جريج ما بعد بركة عبد الله بن سلام دميك قيمها بلن بو مغري جامعة ولو بشير مبشرين في الجنة بكميدي الجنة ولو بشير في ربعين موتة طبعا كريا معها رضي الله عنه وارضاه حقي بو أركي حقي أدو أركينا حسدني من مجلين إلهي حسدني وكي إلهي منك لا راعي كرتان راع عربيت عرب كذا شيء هذا بنو إسرائيل مو ندهونه حق الوقاتي إلهي ماشي كوسود الشيءنا اختيارك إلهي وده الله أعلم حيث يجعل رسالته إلهي ماشي كوسود الشيء رسالة يقف قدراني أسرع إسكالي أسرع يقان وربك يخلق ما ربك يخلق ما يشاء ويختار أسرع يقف كورا أو أنتوا أبو الدوران كارا ورشة إلهي سبحانه وتعالى بفرق جليل وحسد الحسد من عند فصيب يهود بعد قوله تعالى ما مسخ من آية وحي آيرا ما سخنا من ليله أو مثلا من سأها أو نسيها ها ولا بقرا صومها ها وهي ما ننسوها ما سقنا من آية عيدها أو نسيها أما آم هل منسينه أنكو هل منسينه من النسيان واي أما ننساها أن دبوا دقنه أخر من 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 مسا من مسا رباع المسيح غير مسا دبدا دبديك لا لا سقرا المركب المشهور كالحروة حافظ من حجر وقراءة الجمهور أو نسيها ويان ننساها من كثير يا أبو عمر إيو أبو عمر طائفة أي قراءة إسكري بريد وقال لما قرأوا السبعية وقال متواتر هذا حدثنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا سفيان الثوري عن حبيب المعلم عن سعيد بن الجبير عن ابن عباس قال قال عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب الفاروق وحيري أقرأنا أبي هذا صحابنا هاي من القرآن كما هو يقان أرتوى أبي نقرا أقرأ عليه الصلاة والسلام وعلمي أقرأ علم القرآن وقبل الله هو الرئيه علم يكون تاني يوم يكون يرى عظم آية في القرآن بل شك وولاية الكرسي وحجر علم يكون حمد لي ايه أبي با أقرأونا رواية رسول الله تسحابة دورة لشيك شريه أقرأونا الأم أقرأونا أبي بكر الله ملاي أبو بكر لغسه الشيك عمر يوه خلفة كده دور أبي ابن عاد حراشي حرام ابن عاد زيد فرد ابن فرايد أقرأونا أبي أبي با موقرا يقانا وحتى النبي عليه السلام كي آيات كبيرة استيقظت قرآن كسو أخرنا يحريك السونا ما يجوي محذوف الويد وشي ويد وأقضانا كقناها إيا وحكا لصاردية فسو خصومك عليه العلوي صاحب الفراسة بها من حواها الله وقف أويس هيستات الله كينا حونك إليه كوية في جنجري علي بها وحونك إيا قناها إيا محوها أويقا وإما أنه وحو سلاته هدره حويان وحامو محمد كيه مقول كيسا وحلقات 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 وعلوا إنا أنه لم أدعوا أن كتبنا وعى ذلك من قول أبي أبي هذا كذا كتبنا ولكن أحد أبتبنا وعوى أن أبيا يقول إلا لا أدعوا شيئا شيء كتب ما سمعته من رسول الله كما قال عليه السلام وح قرآن والسواد بني سيدة الأغمق للنبي أما ما يسم أما هل مسخ ناسخ منسوق وعز بك ورأي أبا والله مسخ منسوق لفظا باب الجيران قرآن حتى كقرين والله يتقي منسوق هو حكما باب الجيران لفظي هي قراءة تلاوة باقي تهي ساوك الفهم مركب إليه ما يعني وحنا كم ما كتب ماي وقال الله تعالى إلهي بنا وحوله ومن محمد كذا ما نسق من آية نحى آية ما نسقنا أو ما سنسيها آن كهاي ما نسي ما أم آن دب دقنه نأتي بخير منها وكفي عنه بخير بنا مربوب بدلي نسق مركب وحويان وحكم شرعية وأنا أرين جرته أو واحد من كلاه دينه أي سنجرون من يهود كهن يهود ديدي أي بني لا يحبون نسخي مجرت بدا كذا لم بدا إن واحد مركو هرونا نقول هذا يظهر تي أو يروح يرى كتر وكان مقضي هذا مرك إيه كان رنيس وأنا وحيانها مرتي أغلى عمره خلاص كي جلبي كم تاي معايا لي حكمين برب ولا نسخه وحاكم حكمة التدرج وحلي هذا حكمة التدرج في تشريع إن ذاك مركو هرونا حفظ دينتي بكل سبيهين سلام كلام بالله ورا وحفظ وصي ويوم عاشوراء معناته يوم عاشوراء بشه محرم طبعا كي تاي صام الليل صام وهاي ما المحيين يري
ولا صامي كدي مركز ذاتي إيمان كودي يمحوا قناعة ضوي يتوصلان توي يمارت إن الشريعة دي دين تطبيق إن تيجي على الفرق كودي أي سيف على قلبي وروج شيء أمر كلا هنا أي فهمين أي أمر كرمضان رمضان سيدتشي ولا بيل بعد سيميسن أو هل ما نبيه سمارت يبي يربي مركز يوصل يا لو قلناه إنه تتدرج بالي هذا وحمارة ولا يسقها أو كل أسرة أو مركز هرنا امتحان يا قبلنا قاطر ينكر لها مركز سمعنا انتبه هنا يسكت ديان عليه سكيرا يكفوا ذين واجرت لا أنا خفف الله عنكم وين والله كنا الله كنا امتحان بالله كنا ابتلاء اختبار بورتار لفيرنا والله كنا ثواب يأجر كلاس يكربنا له وبعدا وعز فوائد ربنا بنص قرية هاي سيد يهود الشيعين معها طيب بان وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه يقارض وحيدهن يهود هديتها يا ذي مسارتها يا ذي مشركين انت بقى وحيد الهي وحي شيء ولدا سبحانه الى وكان زين انت يراها وعيت من افحمه الى الله افحمه سبحانه وتعالى ولد الهي ربنا باهله كانت ان المها لو راسده قرب حكومه قد قرب ما حكومه ترى هذا دقوده الى اخره مركا الهي سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الارض وغير الهي سبب يرضى ابو جبن بلا يكون فكان وعبدكم امره حدثنا ابو اليمان حكم من نافع قال اخبرنا شعيب بن ابي حمزه الدينار عن عبد الله بن ابي حسين قال حدثنا نافع بن الجبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى حديث القدسي حديث الاله والدها كذبني ابن ادم بقى يدوروب ولا ليه ولم يكن له مناسب مع علماء معها ذلك تكذيبك ان انا ابو راء الله وها اي بينيان وحصح معها وشتمني وابي عواف ابن ادم بلاه ليه الله كشغل المخلوق ابراهيم فابوري ولم يكن له ذلك أرين كاسر أمها بوانا مناسب أمها در إمها قمالها قرر قماله فأما تكذيبه بينته وبينه وحاكمه إياه فزعم وحوشه لأني عنه لا أقدر إما نكر أن نعيده ونسعيه كما كان سواها كما خلقنا أول مرة نعيده ها كما بدأنا أول أمر أول خلق أمور كهراء سامع أبو الران نعيده كسعيه نقول إليه سبحانه وتعالى كما بدأنا أول خلق نعيد أعيده كما كان سأسوبك ونسعيه ونسعيه كرو وركاسا وبورن وما شتم عيبيسا ايا يعني عيب ولا فقوله لي ولد الى عيب كنت ان يرا الى ربه عيسى ولدك يا ان يرا عزير وابن الله ان يرا الملائكه بنات الله ان يرا يهود ونصارى المشركين شيطانك اوراك لك يا جد وهو مريي قول بالون ان يهم بلد تسيسا اسكو راعين ارنتاس وها ويان وافحموي فسبحاني يا سيس مزايا وان كم مزانا هاي وان بسقان وحاسة ووفقت هاي اما تخيلنا سميسة ساحبة حاس الماء مارت الرافض او ولدا اي الماء وان كم مزانا هاي بلاي سبحانه وتعالى او ربهم سبحانه وابا قوله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى قصة ما يستوى قبلت من مقام ابراهيم نبي الله ابراهيم ماشي استاي جري مركو كعبادة بيستا يدلع يكون استاي جري اكتير مصلى كبكتا ما لقدت كذا كدكت إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما شاء الله أنا وأمل مقام إبراهيم لا يوم من هذا باقي لا هذا واجرته آخر تاس قدمي إبراهيم عليه السلام إلى يوم من هذا يعني باقي تهاي أو معروف أي تهاي دكت زوارتي حجاتي أو الحرم كل أي أركان وأحمرت المشهور أهل القانوي حتى قال أبو طالب حجري إنه يذكى في قصيدة المشهورة عمر وموطي إبراهيم في الصخراء رطبة ألا قدمه حافرا غير ماعل إبراهيم عليه السلام مشو كويستال بل كويستال على قدمه حافرا سوى كما رعانا غير ماعل أن كبقبين أيضنا وكبنا رطي وكبنا رشعيد داوي بركة مشى مقام إبراهيم كعبضة أي كودة قريت كعبضة كودة قريت لها حاسقة وقت النبي قال أبو بكر بصاصيت عمر رضي الله عنه وارضاه aya meesha ka fogeeyo halka hadda ay ku taalo meesha geeyay waad waartay kacabada ka fatay weeraba iswaydiin garta marka kacabada tagto maqam ibraahim badh ku istaayay jiray ibraahim markuu kacabada dhisay leeyay meesha intuu istaayay kacabada maba gaari karo waasay wal iswaydiin kara marka dhagaxa wuxuu ahaa dhagax ku dhagan kacabada marka laga baqay dadkii iyo saxmadoodii iyo inuu yahay halkaas la geeyay ibraahim waxaana saayelay umar radiyallahu anhu arda ishaadkiisa ummadii dhan wax ku khilaafay majirta fasaar ijmaan ijmaac bay noqotay مثابة أيضا سلف رجاس أمو مثابة وإذ جعلنا البيت مثابة للناس ما كان كبر إن البيت كاسية كعبة راسي مال بدكوا أي كسر نغ نغلان يثوبون يرجعون أكسر الله لابنا يام أكسر الله لابنا قلبي ولا إله إلا إيه مسلم كي يوم من كربنا كسر نغ نغت كيس لا جمد داره
ويقول حجك ويقول أعمال بن آدم في السمين يتقعوا على سؤية هاي وعمري هالمر لقدقي قفك مركو انت أصوب مشاقا يا حج انت صامر وعليس يا دال يا حرونة بان أصامر لو في وداع مكو مرة وكعبالة سويتنا يو دي بينا أمي الإحسان على شكك مجره أو أولي إله ويسو علي انت صاحب فيريا يا ويسو علي قلبي يجيز كيترته حدثنا مسدد بن مسرد عن يحيى بن سعيد عن حمية الطويل عن أنس بن مالك قال قال عمر بن حجر وافقت الله في ثلاث إلهي سدح شيء ما هو وافق سدح حكم أو وافقني ربي ما هو وافق في ثلاث سواء الله عمر قد دعاك وزاد دقي لكن حب أنت يقول تأذبا أسوي القيامة وافقت الله في ثلاث ما هو وافق قلت وعمر كوها عمر بن عياك زاد دقي قلت يا رسول الله رسول الله وامر لو اتخذت مقام إبراهيم صلى إبراهيم مقام كيزا ما قلت كذا ما تريت لأن إني جعلك الناس إماما بغير إمامنا وقت هذا ووحد هذا ولا قد بيا ما كان يجي سي ما عارف كنت كتار طيب الإمام الذي سهراء يرمى أعلان سوم العسلية وقلت وحاني يا رسول الله رسول الله سواء الله أمد الله يدخل عليك البر والفاجر من بار ولا أكثر وتقي وعفيف ورسم إنها الله باي يا والفاجر من فاجر منافقين ما بكمل إنها تاجي إنك البر والوين ما دام فلو أمرت أمهات المؤمنين قبان عفيفات كظاهرات كوين كمؤمنين تورنا بالحجاب حجاب كين ازدلام ما دامرت تدخل سكوة ومد ما هي فأنزل الله آية الحجاب آية الحجاب إلهي سودتي فاسألوهن من وراء الحجاب أي سودتي أولا وموافقات عمر قال وحيد المدى سد حدا بلقنا وحي سودة لمعاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض النسائه هو إنكي سقار كبدا النبي عليه السلام عنانطي وكذب دينا انتي وحكو لها أتكيانا مصروف كي وحي ويدينا صور حلوه هي للرسول عليه السلام كذبنا وعروري فدخلت عليهم ما كان صامق قريب يري هو إنك النبي عليه السلام قلت وحان كويري كما بيزا كميرة هيد أم سلامة قرارة ملك أهايين با كميرة هيد وعيري إني تهيتون إني تهيتون أنا كهرب الآن ورنت أسكد إيسان وحلا قرت أما إني تهيتون هذا الكهر ويدان إني وشان يا إني تهيتون هذا الكهر إيسان أما إني تهيتون كهرة صاحب معنوه صاحب مسكده كهرة رنت أبو حسن إيسان أو هذا الكهر ويدان ليبدلن الله إلهي يبدل دون الرسول ويبدل دون خير من كنا كوا إنك يا خير بدل إلهي يبدل دون وركزوا دون كهر الله وشيخي ويهيري أزواج خير من كنا مسلمات مؤمنات قانتات أيضا سيدة هيد بوضل أسي الشيخ قبل في عونه فيبات وأبكار وكوختم إلهي يبدل دون حتى أتيت مكان سبو دراها ليبان أتيت وحنوه مار إحدى نسائه هوانك يزمد كميدة أم سلاميه فقالت وحيتري قالت قبابي بقى وحيتري وما هذا هو يرعن أنتو إنه أنا ولا أنا أو أنا أنتو أيضا معي يا عمر بيت الله اللي تعرض أنا في رسول الله نبي الله عليه الصلاة والسلام ما هي ميا ما هي ميا ما يعيد وقوة النساء وانكسا حتى تعيدهم أنت إلى هذا وعدلس ها نبي الله وقوة النساء وانكسا ما هي ميا أنت عدلس صفر كل صوت صباح كل شيء ها أمي عدلس علي فبناك نقبر بكوده فأنزل الله على حجتك عسى ربه إن طلق كنا أن يبدله أن يبدله أزواجا خيرا من كنا مسلمات نعم موافقات كذا كميت باب قوله تعالى وإن يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم أيضا يرعى ما نجدت وقال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب حدثني حميد سمعت أنا سان عن عمر مع الله كان سنة كان حميت الطويل ومدلسة رواية ورا عم كوري هذا أنا سمعت أنت سعودي تدليس كذا وهذا كبقين هذا كبقين أو وحوي يا الله لي تحديث ما الله حديث حدث لا تحديث يسمع الله لي لا غير والله أعلم بالله توفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد.